السلام عليكم يا غاليين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد غراتان بدون فرن وكيجي لذيذ بزاف. مكونات بسيطه كيف ما عودتكم. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو فيه بطاطا، احتاجت هنا جوج بطاطات ورويز ديال الثوم. غادي نعملو متسلقو عادي مع الملح، وغادي ندوز نحضر الصوص ديالنا اللي فيها الطماطم. استعملت جوج ديال الطماطمات الصغار وجوج فصوص من الثوم والتحميرة او الفلفل الاحمر والقليل من الابزار والقليل من الكمون والملح بطبيعة الحال. غادي نطحن كل مع بعض واذا باقي خضار، وغادي تكون الصوص ديالنا مجدات. يعني بالنسبة للحشوة اللي غادي نحتاج، غادي نحتاج فيها بصلة كبيرة قطعتها مربعات، وغادي نحتاج فلفلة كبيرة أو فلفلة كبيرة حلوة. أنا استعملت فلفل أصفر، تقدروا تستعملوا الأخضر أو الأحمر اللي متوفر عندكم تبارك الله دابا وقيته ديالو. وغادي نستعمل القليل من الزيتون المقطع، وغادي نستعمل القليل من الكفتة تقريبا 200 غرام. وبالنسبة للتوابل غادي نستعمل القليل من الزعتر وخرقوم وفلفل اسود وزنجبيل وشويه ديال صوص الصوجا. يعني غادي نجيبو مقلاه، غادي نعملو فيها زيت الزيتون ولا زيت المائده، وغادي نعملو خطيره ديالنا تشحر مع التوابل وصوص الصوجا. يعني كيف ما لاحظتوا في مقلاة عملت زيت الزيتون وعملت البصل ديالي وعملت صوص الصوجا، وغادي نشحرها شويه، وغادي نضيف التوابل ديالي اللي هما الفلفل الاسود، عملت تقريبا نصف ملعقه قل شويه، وغادي نعمل رشه ديال الزعتر ونصف ملعقه من الخرقوم، ونصف ملعقة من الزنجبيل. وبالنسبة للتوابل تقدروا تضيفوا توابل ديال الكفتة، ممكن يبقاو اختياريين. وإذا اكتفيتوا غير بهاد التوابل هادو كيجي هاد الحشوة لذيذة بزاف بزاف. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. هي غادي نشحر بسلة ديالي عادي، ومن بعد غادي نضيف لها الفلفل، غادي نضيف الكفتة. خليكم مع الفيديو تال آخر باش إن شاء الله تشوفوا هاد الكراتان وتجربوه ويعجبكم.
يعني هي الحشوه ديالي كيف ما لاحظتوا واش درتي، ضفت لها الزيتون والكفته الفلفل والبصل، غادي نخليها تبرد معايا شويه وغادي ندوز نغمرو الكغاطان ديالنا. كيف ما قلت لكم هاد الكغاطان بدون فرن، يعني كيجي فوق بوطه، غير كتحتاجوا واحد طنجره تكون ما كتلصقش، كيوجد في رمشه عين يعني بسرعه هكذا. الا كنتو محتاجين تعملوا شي اضافات للفطور ديالكم، بما اننا دابا في اواخر رمضان، كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق اننا كنبغيو نوجدوا هاد الحويجات دغيا باش يبقى لنا الوقت لتحضيرات العيد ان شاء الله. ولا بغيتو نشارك معكم تحضيرات العيد ان شاء الله تكتبوها لي في التعاليق عفوا، وهكذا كتشجعوني باش انني نصور لكم وان شاء الله نعمل لكم هكذا فيديوهات وتشوفوا الطقوس ديال التحضيرات ديال العيد ديال دارنا. ولا كيف ما عارفين ان معايا ماما، يعني غادي يكون الطقوس ان شاء الله ديال دارنا ديال طفولتي. هنايا البطاطس ديالنا بعد ما طابت ضفت لها شويه ديال الحليب، وغادي نبزعها مزيان وغادي نخليها جانبا باش غادي ندوزو نعمرو الكغاطان ديالنا. هني في واحد الكميله تكون ما كتلصقش عملت شويه ديال زيت الزيتون، وعملت صوص طوماط اللي شاركت معكم في الاول الفيديو، وهنايا قطعت قريعه ديالي طويله بحال هيدا تكون رقيقه، وغادي نضيفها فوق ديك الصوص اللي عدلنا ديال الطماطم. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الاضافات اللي غادي نضيف والطريقة ديال الطهي ديال هاد الكغاطان.
هي كانت ديالي كيفاش انا عمرتو وخليت الحشوه ديال الكفته والفلفل والبصل خليتها هي فوقيه، وغادي نعملها فوق النار. غادي نخليها تقريبا تلت ساعه ولا 20 دقيقه، وغادي تلق الماء وغادي طيب لنا ديك القريعه. وغادي هنايا ندوز القلبه، غادي ندور الحشيات بحال هذا كيف قلت لكم، الطاجره تكون ولا المقله تكون ما كتلصقش، ونار مهيله ادنى درجه. هنايا غادي نقلب الكراتان ديالي كيف ما راكم لاحظوا. هنايا بعد ما قلبت الكراتان ديالي تفاجات بلي انه جبر لي شويه ديال اللوين، وانا كيعجبني هيداك. بالنسبه للغاليين اللي كتبوا لي في التعاليق ديال الوصفه امي، كتبوا لي بلي كيعجبهم بزاف ديك المحروق اللي كيكون في الطاجين ولا في الكويملات، يعجبهم هاد الكراتان هذا اللي حضرت انا بالضبط. ثم ردوا معاه البال ما تخليوهش يوصل لديك الدرجه. وهنايا ضفت له هكداك باقي ساخن، ضفت له شويه ديال جبن ايدام كيف ما لاحظتوا هو داب لي. هنايا غادي نقطعو معكم باش نوريكم الطبقات كيف كيجي، وكيجي رائع تاكلوه هكذا سخون، كيجي من افضل المذاقات. وكراتان غير فوق البوطه جديد بزاف. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم ويكون فيتكم واخا غير شويه. كنشكركم بزاف انكم كتشجعوني، ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو كتشوفوها اول مره، وما تبخلوش عليا باللايكات، وتبارطاجيو الفيديو الى عجبكم هكذا باش تعم الفائده. كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.